بعد 60 عاما في المهجر تعود البروفيسور زهرة إلى الوطن لتسهم في يد العون إلى أبناء بلدها وعبر جمعيتها الخيرية والتطوعية المستقبل. قبل 20 عاما أسست جمعية مستقبل. جئت اليوم مع أطباء لديهم خبرة وتجربة في مجال الإسعاف الطبي. نحن هنا لننقل هذه الخبرة. نستطيع الاعتماد على الأطباء الجزائريين وقد خذنا مهمات عديدة معا خلال هذه السنة. الأيام الجراحية بالمؤسسة الاستشفائية بسيدي غلاس وعبر توأمة بين الجمعية المحلية إيمان والجمعية السويسرية المستقبل وبإشراف الهلال الأحمر الجزائري الذي تدعم بمقر جديد بالمدينة لمواصلة نشاطه الجواري. هي أحد المناضلات في الهلال الأحمر الجزائري من المتطوعات من 1964، إذن هي من أقدم المتطوعات. كان لنا تواصل معها حيث اتفقنا باللي الهلال الأحمر الجزائري يتكفل بكل ما هو لوجستيكي في الجزائر من أجل تسهيل مهمة هؤلاء الأطباء وأشباه الطبيين كذلك. هي ليست زيارتي الأولى للجزائر، وأنا اليوم بالمستشفى لمعالجة المرضى ودعمهم معنوياً. الناس هنا طيبون والاستقبال حار دائما. الأيام الجراحية لطب العيون تعرف توافد المرضى وتستمر على مدار أسبوع. وعندي وليدي هذا عنده استرابيزم منذ الصغر، يعني مثل سنين ديكوفريتو بلي عنده استرابيزم، كان يتبع فيه بن مسوس. اليوم كي سمعت يعني جبت الولد وجيت نوصيه فحوص. جينا ندير كونسلتاسيون وهما كاين دي زيكيب من الجيري ما جاي من السويس. يديروا حملة وبارك الله فيهم وعطيهم الصحة. نوجه نداء للساكنين القاطنين في ولاية تيبازا وشرشال أيضا باش يجيو ونشوفوهم في لا كونسلتاسيون. لا كونسلتاسيون مجانية وراهي مفتوحة من 8 تاع الصباح حتى العشية، 3 تاع العشية، باش يجيو نشوفوهم، نفحصوهم، نوجهوهم، نداويوهم إلى أمكن الأمر. توأمة جمعوية تثمر خيرا وأيام جراحية مفتوحة للجميع من أجل التطبيب.